طيب تعالوا بقى نروح على مقر جريدة الشروق مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزة روزان نصر ونتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. يا صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل ما ندخل في جولة أخبارنا اليومية وتفصيلها، خليني أقول لكم على جدول مباريات النهاردة الأربع 3 فبراير. في الدوري المصري الإسماعيلي مع سموحة في تمام الساعة 7:30، انبي مع بيراميدز في الساعة 5:30 مساء، طلاع الجيش مع المقاولين العرب كمان في الساعة 5 مساء، ومصر المقصة مع الاتحاد السكندري في الساعة 2:30 ظهرا. أما في الدوري الإنجليزي، ليفربول مع برايتون في الساعة 10:15 مساء، أستون فيلا مع ويست هام يونايتد كمان في الساعة 10:15 مساء، وليدز يونايتد مع إيفرتون في الساعة 9:30 مساء. من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة ينتظر موافقة وزير الرياضة لاعتماد لائحة النظام الأساسي. تنتظر اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على لائحة النظام الأساسي للجبلاية، والتي تم إرسالها مؤخرا للوزارة بجانب اللجنة الأولمبية والفيفا. وفي حالة موافقة الوزارة سيتم تفعيل اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية، أما في حالة التأخير أو عدم الرد سيتسبب ذلك في مشكلة بشأن اللائحة قبل الانتخابات المقبلة. من بوابة أخبار اليوم، خسارة تاريخية لساوثامبتون بعد تساعية مانشستر يونايتد. تعرض فريق ساوثامبتون لهزيمة تاريخية من مانشستر يونايتد لتكون ثاني أكبر خسارة تاريخية للفريق الموسم الثاني على التوالي، وأصبح ساوثامبتون أكثر فريق يتعرض لأكبر هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي. وحقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ساوثامبتون بنتيجة 9-0 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي. وأخيرا من جريدة الشروق، ليفربول يسعى لمواصلة صحوته في مواجهة برايتون والسيتي للابتعاد بالصدارة أمام بيرنلي. وتبدأ مباريات اليوم بلقاء يبدو سهلا، مانشستر سيتي الساعي لتعزيز صدارته ضد بيرنلي، وقد يشهد عودة هدافه التاريخي الغائب مؤخرا بعد إصابته بفيروس كورونا، وقبل ذلك عن العديد من مباريات فريقه هذا الموسم. وحقق مانشستر سيتي رقما قياسيا من الانتصارات المتتالية بفوز في آخر 12 مباراة في مختلف المسابقات. طبعا تمنياتنا يعني لفريق الأهلي في مباراة الغد على الدحيل بالفوز، طبعا يعني كل التوفيق ليهم. ودي كانت أهم وأبرز الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزة روزان نصر، جزيل الشكر على وجودك معانا وعلى تغطيتك الجميلة لكل الأخبار والمستجدات الصحفية.